مساء الخير مشاهدينا الكرام. عناوين نشرتي الرئيسية: أمير المؤمنين يترحم على الروح الطاهرة لفقيد العروبة والإسلام جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك ذكرى وفاة أبي الأمة طيب الله ثراه. مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يدخل مرحلة المدارسة بمجلس النواب. وضمن النشرة نرصد آفاق الاستعمالات الممكنة الطبية منها والصناعية. البيع الإلكتروني للأدوية ممارسات تخالف قانون الصيدلة المغربي، والمهنيون يحذرون من خطورة الظاهرة على الصحة العامة. رئيس الكاف في زيارة للمغرب، وفي الأجندة مشاورات مع الجانب المغربي حول عدد من الملفات المهمة لكرة القدم الإفريقية وسبل تطوير ممارسة اللعبة بالقارة السمراء. أهلا بكم. يخلد الشعب المغربي اليوم بكل فخر واعتزاز ذكرى وفاة أبي الأمة جلالة المغفور لها محمد الخامس طيب الله ثراها. وبهذه المناسبة قام اليوم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بزيارة ضريح محمد الخامس، حيث ترحم جلالته على الروح الطاهرة لفقيد العروبة والإسلام جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك ذكرى وفاة أبي الأمة طيب الله ثراه. ذكرى وفاة أبي الأمة جلالة المغفور لها محمد الخامس طيب الله ثراها مناسبة يستحضر من خلالها المغاربة قاطبة التضحية الجسام التي بذلها بطل التحرير وكفاحه المستميت من أجل الحرية والاستقلال، وكذا اللحمة القوية التي تربط بين العرش والشعب. محمد رضا العبيدي وسمير بركة. ضريح محمد الخامس برباط هذا اليوم، وفود تمثل الحكومة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والإدارة العامة للدراسات والمستندات والقوات المساعدة والوقاية المدنية وإدارة السجون في زيارة للترحم على روح أبي الأمة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه في ذكرى وفاته بحضور محافظ الضريح مؤرخ المملكة عبد الحق المريني. مناسبة يستحضر خلالها الشعب المغربي بكبير اعتزاز نضال ملك قدم أروع الأمثلة في التضحية، وكان قدوة في الثبات على المبدأ ومقاومة السياسة الاستعمارية ورفض مخططاتها. ملك مجاهد وقف إلى جانب الحركة الوطنية سدا منيعا أمام مساعي المستعمر للمساس باللحمة الوطنية والرباط المتين الذي جمع على الدوام الشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد. خابت المساعي فأقدمت سلطات الحماية على محاصرة القصر الملكي لتطالب جلالة المغفور له محمد الخامس بالتنازل عن العرش، لكنه طيب الله ثراه آثر النفي على الرضوخ لإرادة المستعمر. ووفاء بوفاء انتفض الشعب المغربي وسطرت عمليات بطولية توجت بعودة بطل التحرير إلى أرض الوطن، معلنا انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال. ملحمة عظيمة طويت صفحة جهادها الأصغر لتنطلق معركة الجهاد الأكبر بناء الوطن، معركة تواصلت فصولها على يد باني المغرب الحديث جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراه، وعلى نهجها يمضي اليوم حفيد بطل التحرير جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بمجلس النواب يتواصل النقاش حول مضامين مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل. استعمالات مشروعة لنبتة القنب الهندي تشمل أغراض طبية وصيدلية وصناعية في توافق تام مع الالتزامات الدولية للمملكة، فرص اقتصادية واعدة إلى جانب الحد من الانعكاسات السلبية فضلا عن التقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي. زين عيد لمين. يبدو أن نبتة القنب الهندي تسلك حثيثا مسارها القانوني نحو الاستعمال المشروع. في السياق التشريعي ستحظى النبتة بنقاش عام وتفصيلي لتكتسب الصبغة القانونية، ومن القانون إلى المستجدات العلمية القنب الهندي أثبت جدواه العلاجي للآلام والتصلب اللويحي والصرع والتجميل أيضا. كان واحد المادة أخرى كانابيديول اللي تيمكن تكون عندها بعض المفعول علاجي في بعض الأمراض العضوية العصبية بما فيها مثلا مرض الصرع ولا كذا وأمراض أخرى. وفي دول كثيرة في العالم بدأوا دابا هاد السي بي دي تيستعملوه باش يعاونوا المرضى. هنا بمختبرات الوكالة الوطنية بحث جاد حول النبتة وفك طلاسيمها من أجل تطويرها من الاستخدام المخدر إلى مجال التطبيب والتجميل والصناعة. الوكالة تلقت مجموعة مشاريع بحث مع مختلف الكليات من داخل المغرب ومن خارجه من أجل تطوير هذه النبتة، والأهم من هذا الشيء هو تحويل المسار استخدام ديالها. العلاج لن ينسينا التنموي. النبتة المغربية ذات الخصوصية التضاريسية لمنطقة الشمال، استعمالها المشروع يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص قارة للشغل وتجنيبهم المتابعات القضائية وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات. وهذه إلا فرصة المملكة المغربية وخاصة المناطق الشمالية من أجل واحد الإقلاع الاقتصادي ومن أجل وجود حلول بديلة فيما يخص زراعات ديال القنب الهندي المستعملة بطريقة غير مشروعة. زراعة القنب الهندي ستخضع لنظام الترخيص من إنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق وتصدير وتحديد المجال الترابي لهذه الزراعة. بالنسبة لساكنة الإقليم خصوصا إذا كان هناك فتح نقاش أوسع مع ساكنة المنطقة على جميع المستويات. يبرهن المغرب على مسايرته للمتغيرات الدولية وبالتالي تغيير مقاربته لهذه النبتة الخضراء قطعا دون إغفال الاستعمال الترفيهي سيظل ممنوعا. وللمزيد من التوضيحات بخصوص هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الدار البيضاء البروفيسور جعفر هيكل أخصائي في الأمراض المعدية والأوبئة. مرحبا بكم بروفيسور. إذن لما كنتحدثوا عن القنب الهندي غالبا ما يتبادر إلى الذهن ديالنا التأثير المخدر لهذه النبتة المتعددة الاستعمال، لكن يمكن اختزال القنب الهندي في تأثيره المخدر فقط حيث يتوفر على فوائد صحية وبيئية عديدة. قربنا بروفيسور من أهم المجالات العلاجية اللي ممكن استغلال نبتة القنب الهندي في تطويرها والمواد اللي يمكن نستخلصها من النبتة لأغراض طبية. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أولا القنب الهندي في إطار السياسة المغربية هو استعمال مادات كيماوية خاصة والTHC والCBD اللي عندهم واحد فعالية طبية اليوم تبينت على الصعيد العلوي وحتى في بحوث علمية في المغرب بأنها عندها فعالية لأمراض معينة كيف تكلم عليها الأستاذ مساوي، أمراض الصعر ولا أمراض أخرى مزمنة لعلاج أمراض أخرى والعلاج طبعا الألم.
فهذا الاستعمال اليوم يمكن يعطينا واحد فرصة جديدة لإعطاء المرضى واحد القيمة مضادة من الأدوية الأخرى اللي موجودة في المغرب. فالنسبة ديال CBD اللي غادي يمكننا نستعمله أو النسبة ديال THC اللي هي غادي تكون طبعا مقننة ومعروفة باش ما تستعملش في الكمية ديالها لأن تمكن لها تعطي طبعا أعراض سلبية، فكين مادة خاصة اللي غادي تعطينا فوائد علمية وفوائد طبية وصحية للمرضى. فكيف تكلمتيو ماشي استعمال أو استهلاك رفاعي، فهو استعمال طبي وفي إطار واحد طبعا صيدلي ومع استجابة ما بين المريض والطبيب طبعا في مؤسسات لا 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 ديال القطاع العام او ديال القطاع الخاص. بروفيسور، واش القنب الهندي المغربي كيتوفر على خصائص علاجيه كتميزه دوليا؟ وهنا كنتسالوا على الفرص المتاحه امام المغرب للاستفاده من مداخيل السوق الدوليه لهذه النبته واستعمالاتها الصيدليه والصناعيه. طبعا المغرب عنده تجربه في نبات اخرى وفي استعمال ادويه، والقنب الهندي النسبة والكمية اللي موجودة ديال CBD فغادي يمكن لها تعطينا كثير كثير من استعمال طبي أو صيدلي في إطار أمراض مزمرة كبيرة. وتنظن بأن المغرب خصو يستغل هذه الفرصة باش يبين الكفاءات العلمية والطبية والصيدلية اللي موجودة في المغرب ديالنا باش يمكن أولا نستعملوها المرضى في المغرب وطبعا حتى في المرضى في دول أخرى وبالأخص في الدول جنوب الصحراء في إفريقيا أو في دول أخرى، لأن هذا القنب الهندي اللي موجود في المغرب عنده واحد النسبة عالية ديال المادة الكيماوية اللي هي عندها واحد فعالية لأساسية في إطار أمراض مزمنة معينة. واش المغرب كيتوفر على البنية التحتية اللازمة لتطوير هذه الصناعة؟ طبعا البنيات التحتية والصناعة الصيدلية المغربية معروفة اليوم، خص المغاربة يفهموا بأن كاين واحد الكمية عالية من 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 الأدوية اللي المغرب تصدر للبلدان الأوروبية وفي أمريكا وفي كندا، لأن كاين واحد الخبرة مغربية. ستنظن بأن هذه فرصة، أنا ما تنتكلمش على الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي، تنتكلم على الجانب الصيدلي والجانب العلمي والطبي. فاليوم البنيات التحتية وبالأخص الصيدلية غادي يمكن لها أولا تلبي الرغبات الداخلية المغربية في إطار صحي، ولكن حتى رغبات الدول الأخرى، والمغرب يمكن يلعب واحد الدور أساسي في هذا الإطار، لا في إطار الصيدلي ولا في إطار الطبي. ماذا عن التجارب الدولية في هذا المجال بروفيسور، وماذا نجاح ديالها؟ طبعا بزاف ديال الدول عرفتوا بان فرنسا بدات تجارب 31 مارس، كندا اليوم عندها تجارب، امريكا طبعا، هولندا، بلجيكا، اسبانيا بدات في تجارب كثير من الدول، ولكن هاد التجارب تنعاود ناكد بان تجارب في اطار طبي وصيدلي ماشي في اطار ترفيهي. والمغرب والقوانين المغربيه طبعا والوكاله المغربيه اللي غادي تقنن جميع هذا الاطار، فاكدت على ضروريه استعمال القنب الهندي في اطار صيدلي وطبي لتحسين صحه المغاربه وصحه طبعا سكان اخر في البلدان الاخرى. اذا التجارب بينت اليوم بان الا استعمل في واحد الكميه معقوله وتحت مراقبه طبيه وصيدليه فتنعطوا قيمه مضاده في اطار جديد لادويه اللي اليوم تتستعمل ولكن اللي ما عطاتش جميع النتائج ديالها. والقنب الهندي تيمكن له يجد واحد التجربه جديده ويمكن يساعد مرضى في اطار امراض مزمنه، داء السرطان او العلاج ديال الالم او السعر او امراض مزمنه اخرى. بروفيسور جعفر هيكل، اخصائي في الامراض المعديه والاوبئه، شكرا لكم على كل هذه المعطيات، كنتم معنا مباشره من الدار البيضاء.
الحملة الوطنية للتلقيح ببلادنا متواصلة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى لحدود اليوم 4,717,551 شخصا، ينضاف إليهم 4,209,470 شخصا استفادوا من الجرعة الثانية. أما في جديد الحالة الوبائية فقد تم تسجيل 592 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 542 حالة شفاء مقابل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وارتباطا بعملية التلقيح، إشادة دولية كبيرة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 نتابعها على لسان ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات. المملكة المغربية وتحت قيادة جلالة الملك محمد السادس اتخذت الإجراءات المناسبة والاستباقية لمواجهة كل المخاطر والتحديات التي فرضتها الجائحة. المغرب كان سباقا على الصعيد القاري في إطلاق عملية التلقيح بالموازاة مع إجراءات هامة لتدبير الأزمة الصحية، والمواطنون المغاربة عبروا عن التزام تام واحترام كبير لهذه القرارات والإجراءات. وأعتقد أنه بالرغم من كل الإكراهات وبالتزام الجميع يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية. والحملة الوطنية للتلقيح متواصلة بمختلف مناطق المملكة، العديد من المواطنين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ويستعدون لاستكمال رحلة التمنيع من كوفيد 19. النموذج من المركز الصحي الحضري بسطات، في روبورتاج رضا عماو، سعد الإدريسي وسفيان إبراهيمي. بعث رسالة نصية إلى الرقم 1717، بعد دقائق تعرف على مكان وتاريخ التلقيح، واليوم حان الموعد. محمد البالغ من العمر 58 سنة توجه هذا الصباح إلى مركز التلقيح لتلقي الحقنة الأولى. وفعلا جيت باش ندير اللقاح الأول وتأتى ذلك كما شفتوا، عبروا لي الطونسيون، معاملة طيبة والحمد لله. عملية التلقيح متواصلة عبر مختلف ربوع الوطن، وتساهم في إنجاحها طواقم طبية وصحية. هنا بسطات نتحدث عن 87 مركزا للتلقيح ضد كورونا، 73 منها بالعالم القروي. كما شفتوا اليوم كاين الناس اللي يلاه كياخذوا الحقنه الاولى، دونك كاين يقبل، وكاين الناس اللي مازال ما وصلش الوقت ديالهم باش ياخذوا الحقنه الثانيه. اذا كاينه واحد التعبئه شامله، كاين واحد يعني اقبال، كاين الامور كتمر في احسن الظروف. الحمد لله اليوم كنستقبلوا الناس اللي جاوا يجلبوا الحقنه الاولى من الجلبه ديال استرازينيكا. كنا دزنا في مراحل، الحمد لله احنا في السن ديال 59 عام. محمد هو واحد من بين ما يقارب 4,718,000 شخص تلقوا الحقنة الأولى، خطوة أخرى نحو بلوغ المناعة الجماعية والعودة إلى حياتنا العادية. تسويق الأدوية عبر الأنترنت ظاهرة برزت في الآونة الأخيرة، خاصة خلال فترة الحجر الصحي. صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لأدوية ومنتوجات تزعم أنها طبية، ما يطرح تساؤلات حول مدى وعي المواطنين بخطورة اقتناء الدواء عبر الأنترنت في الوقت الذي يمنع القانون تسويق الأدوية بدون رخصة. روبورتاج سمير أسبان، محمد تونينا وجهاد ليبري. أدوية قد تكون مزيفة تغزو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تجار في الفضاء الافتراضي يقتاتون على حاجة المرضى الباحثين عن دواء بسعر منخفض، عقاقير لعلاج أمراض مزمنة ومكملات غذائية وغيرها من أصناف الأدوية تسوق على أنها طبية، مصدرها مجهول ومكوناتها مشبوهة، فهل يدرك المواطنون خطورتها؟ هي عامل ديال الثقة،
حيت ملي كنقولوا ميديكامون يعني ماشي اي حاجه اللي تزعم تشريها بحال اي برودوي مثلا، ولكن يعني باش تشري واحد الميديكامون يعني خص تشري شي مكان موثوق. كتريسكي بصحتك حيت ماشي شي حاجه اللي انت متاكده منها، وماشي شي حاجه اللي كتبان لك يعني تقدر تكون داك سميتو ماشي لا دات ديالو هي هادي. ما يمكنش ناخذ دواء حنا ما كنعرفوش، وما يمكنش ناخذ دواء ما عندناش اون اوردونونس، دونك جو لو تروف با كو سي اون فاصون مزيانه باش ناخذ الدواء. وكنصح الناس باش يبعدوا على هادشي، بعدوا على المشتريات اونلاين بخصوص الادويه. اقتناء الدواء عبر الانترنت وبدون وصفة طبية خطوة قد تكلف الإنسان صحته. هذه الصفحة مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لعقاقير تزعم أنها تستعمل لغرض الإجهاض. بحثنا أكثر عن هذا المنتوج فوجدنا أنه دواء خاص بمرضى الروماتيزم، أوقفت وزارة الصحة الترخيص لبيعه قبل سنوات، لأنه الصفحات اللي كتعرض هذه الأدوية على المواطن المغربي بدأت تكثر. هذه الأدوية وبشهادة ميديكريم المنظمة العالمية لمحاربة تزوير الدواء هي أدوية مزورة 90% أو أكثر من 90%، ما عارفين لا المصدر ديالها لا كيفية التصنيع ديالها لا كيفية التخزين ديالها كذلك. وهالشي مهم، أنه بعض الأدوية اللي كتبع في هذا الانترنت مثل الانسولين دواء تاع السكري ولو لابد التخزين ديالو خصو يكون بين جوج و ثمانية درجات حراريه. القانون 1704 المتعلق بالادويه والصيدله يمنع بيع الدواء بطريقه غير مرخصه ويوضح المسالك القانونيه لبيع الادويه. خبراء الصحة يدقون اليوم ناقوس الخطر، فهذه الأدوية قد لا تكون مخزنة وفق المعايير الطبية، ما قد يحولها إلى سم قد يفتك بحياة الإنسان. الناس اللي كيمشيو باش يلقاو الدواء في انترنت راه ما عارفينش واحد القضية هي مهمة. أولا ما عرفناش المصادر منين جات، ثانيا ما عندهمش ما دازوش على المسلك القانوني اللي هو كي ينص على أن الدواء خصو ولا بد منين يجي وفين يمكن له يتمكن لقاوه وف عند الصيدلي. علاش؟ لان ملي غادي يجي داك السيد المريض باش ياخذ واحد النوعيه ديال الادويه ولا بد تنعطيوه نصائح. التسويق العشوائي للادويه عبر الانترنت برز اكثر في زمن الحجر الصحي، ظاهره تهدد اليوم الصحه العامه والحرب عليها صار ضروره ملحه. فقرة صحتنا في رمضان نسلط الضوء خلالها على قرحة المعدة وارتباطها بالصيام، لنتابع. الوقيته ديال رمضان الناس كيكون عندنا واحد التغيير نتاع النمط الغذائي، كتكون واحد النسبه الحموضه اللي دابا متاكدين انه كترتفع في رمضان وبخصوص في الساعات الاخرى نتاع يوم الصيام. يعني هاد الناس هما معرضين في هاد الشهر باش يعاودوا يديروا دي بوسي، يعني يعاود يفيق المرض ديالهم، واللي اكثر من هذا هما معرضين انهم يديروا المضاعفات ديال هذا المرض، واللي اهمها هي النزيف نتاع المعده اللي حنا كنلاحظوا بانه جوج المرات كثر في هذا الشهر. اولا الله يحفظ المعده كتقدر كاع تتقب، وهنا اربعه المرات كثر من اشهر الاخرين كتشوفوا هاد لا كومبليكاسيون ولا هاد المضاعفه في شهر رمضان. ولهذا الشيء كامل وباش نتفاداو هذا الشيء كيخصنا نعطيو بعض النصائح في هذا الشهر. المريض خصنا نعرفوا فين هو، واش هو حامل لواحد القرحه ديال المعده اللي مازال نشيطه اللي باقي ما التئمتش اللي باقي خاصها العلاج. هاد المجموعه ديال المرضى ما خصهمش يصوموا، خصهم ياخذوا الدواء ديالهم، يحترموا النصائح نتاع التغذيه حتى تلتئم القرحه ديال المعده ديالهم. في أخبار الحوادث، تسببت قنينة غاز من الحجم الصغير في اندلاع حريق مهول بشقة سكنية بالدار البيضاء، نجم عنه مسرع شخص واحد فيما أصيب باقي أفراد الأسرة بحروق بليغة. الحادث يعيد إلى الواجهة المخاطر المرتبطة بالقنينات الغازية الناجمة غالبا عن سلوكيات خاطئة. ليلى عسلي، محمد شكير ومصطفى ودا. آثار الحريق لا زالت واضحة، خسائر في الأرواح وإصابة بليغة وخسائر مادية تكبدها قاطنو هذه الشقة السكنية بحي المحمدي بالدار البيضاء.
قنينة غاز من الحجم الصغير تسببت في اندلاع حريق بهذا المنزل، حادثة توفي على إثرها شخص واحد، فيما أصيب الآخرون بجروح خطيرة. قبل من المغرب شي قسمة إلا ربع ساعة بحال هكا كنسمع تتحل عليا الباب، تضرب الباب، خرجت تلقى البوطة هنايا مليوحة والسيد هنا شادة فيه العافية، وهادشي اللي صار. بقينا مع البوطة حنا حتى طفيناها، وهادشي اللي كان. شفت مباشرة انفجار ديال قنينات الغاز اللي تأثر منا الأسرة كلها، قلب الإفطار بشي دقائق، وأصفرت على جروح حروق بليغة جدا، نقل على إثرها الأسرة بكاملها المستعجلات، وتوفى اليوم واحد الشاب اللي عنده سن 26 سنة، وباقى اللي كنتظرون تمر الشفاء العاجل الأب والأم والبنات التوأم. كنت أنا في الدار كنقضي شي غارات، تسمعت واحد الانفجار، المهم دخلنا حنا الشباب ديال الحي ديال الساكنة ديال الجيران ديالهم، دخلنا درنا ديك الإسعافات الأولية، يعني خمدنا الحريق. المصابون إثر هذا الحادث الأليم نقلوا إلى مستشفى ابن رشد، حيث يوجدون تحت المراقبة الطبية بالمركز الوطني للحروق والجراحة التقويمية. حروق بليغة تختلف درجاتها حسب جيران هذه الأسرة. البنية دابا الدرية الدرجة الرابعة، والولد اللي مات الدرجة الرابعة، والولد والبنت اللي باقرة الدرجة الثالثة، وباهم الدرجة الرابعة، أمهم سيارة في حالة خطيرة. حريق يعيد إلى الواجهة الإشكاليات التي قد تطرحها قنينات الغاز من الحجم الصغير، فأي تسرب للغاز أو ممارسات خاطئة في عمليات التركيب أو الصيانة تجعل من هذه القنينات الغازية قنبلة موقوتة تنجم عنها مآس كهاته ونتائج وخيمة قد لا تحمد عقباها. أخبار الاقتصاد وعالم المال والأعمال نتابعها في النشرة الاقتصادية مع سهام بخلفي. أهلا بك سهام. أهلا بك نادية وبالمشاهدين الكرام. إذن البداية معك سهام بتجديد دعم دينامية القطاع الخاص بالمغرب. بالفعل نادية، جهود المغرب متواصلة من أجل تعبئة القطاع الخاص في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وفي هذا الإطار استعداد لمؤسسة التمويل الدولية لتعزيز دعمها المالي والفني لجهود المملكة في مجال تعبئة القطاع الخاص في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، الذي يلعب دورا هاما كمنصة لجذب الاستثمارات الخاصة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وفي موضوع آخر، فاق عدد زبناء مجموعة اتصالات المغرب 73 مليونا خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أي بارتفاع نسبته 6.8% مقارنة مع متم مارس 2020. وأوضحت المجموعة في بلاغ لها حول نتائجها الفصلية أن هذه الزيادة تعزى إلى الارتفاع المهم لعدد زبناء الفروع بزائد 11.2%. على غرار عدد من المقاولات الوطنية، المقاولات الذاتية لحقتها هي الأخرى تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في تراجع نشاطها وتراكم أداءاتها. حسن زكي ومحمد العربي. عبد الله السويلي يعمل في مجال الصناعة التقليدية، وكباقي المقاولين الذاتيين تأثر نشاطه بسبب تداعية جائحة كورونا. المهم كانت الأمور بخير وعلى خير، جات الجائحة ديال كورونا راه تغيرت الأمور. داك أصحاب البازارات اللي كنا خدامين معاهم كيخدموا مع السياح وداك الشيء، تا هما سادين الله يحسن العون، راه الناس سقات حف. كما كنعرفوا أنا المقاول الذاتي كيخدم مع المقاولات المتوسطة، وفي هنا المقاولات المتوسطة سدات في هذه الجائحة ديال كورونا، بقيتي ديال الحجر الصحي، يعني صعب علينا حنايا نخدموا، ما عرفنا شنو غنديروا. وللوقوف الى جانب المقاولين المتضررين من جائحه كوفيد 19، يعمل نادي المقاول الذاتي على دعم ومواكبه هذه الفئه لضمان استمراريه مشاريعها. اسسنا نادي دعم المقاول الذاتي من اجل المواكبه ديالو والمساهمه في المسيره ديالو للسياسات العموميه اللي كتخدم عليها الدوله في اطار نظام المقاول الذاتي. فمن خلال الجائحة اكتشفنا بأن بالنسبة للصناعية وبالنسبة للتجار وبالنسبة للحرفية فهادو تضروا بشكل كبير.
يعيش إذن المقاول الذاتي ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة بسبب تفاقم أداء الفواتير وتراجع النشاط، مما دفع عددا من المقاولين الذاتيين إلى توقيف نشاطهم. في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، يشهد إقليم قلعة سرغنة إنجاز عدد من المشاريع للتحويل إلى نظام السقي بالتنقيط، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية وتطوير فلاحة مستدامة. خديجة الجمالي وعمر جليدي. التحويل إلى نظام الري بالتنقيط مشروع تم تفعيله بهذه المنطقة، حيث يتم تجهيز القطع الزراعية بدعم من صندوق الإعانة الفلاحية. عندنا مشروع ديال تحويل القطاع ولاد سعيد توريد الصخيرات بقلعة سرغنة اللي كيمتد على مساحة ديال 5450 هكتار لفائدة أزيد من 2700 فلاح بالمنطقة. الأهداف ديال هذا المشروع هو الاقتصاد في الماء الري والحفاظ على الفرصة المائية، بالإضافة إلى تحسين المردودية من أجل الأضعف من دخل الفلاح. مشروع يعتمد تجهيزات حديثة عبر إحداث هذه المحطة لتصفية مياه الري. وقد تم إنشاء هذه الوحدة من أجل تصفية مياه الري، يعني حتى تصل إلى ضيعة الفلاح بجودة عالية، كما تلاحظون هي وحدة عصرية بامتياز. أما توزيع هذه المياه فيتم بشكل عادل ومتكافئ بين الفلاحين. كانت تحكمها في الحصة المائية اللي تنعطيه للفلاح عن طريق تنراقبها عن طريق العدادات اللي تيكون عندنا في العداد ديالو اللي كيستوفي الحصة ديال الفلاح تنسدو عليه من هنا من أجل أنه كيحافظ على الحصة المائية اللي كنعطيه بلا ما تضيع له بالمقارنة مع السقي اللي كان قديم بالربطة. الفلاحون يؤكدون بدورهم إيجابيات هذا البرنامج. السقي اللي كان قديم كان عبارة على ضياع ديال الماء، وكاين عندنا ديفويت من البراج اللي هنا وتيتحسب علينا هذا الشيء، والآن الحمد لله المشروع اقتصادي 100%. منذ انطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، شهدت المساحات المجهزة بنظام السقي بالتنقيط توسعا ملحوظا، ساهم في الحفاظ على الموارد المائية للمنطقة والرفع من مردودية أراضيها. ولحظة نتعرف على أهم مؤشرات الأسواق المالية. بهذه المؤشرات ننهي أخبار الاقتصاد، باقي مواد الرئيسية نتابعها معك نادية المدن. شكرا لك سهام. شكرا. مختبر وطني مرجعي تتوفر عليه بلادنا يلعب دورا كبيرا في رصد جودة الهواء والماء والرمال وفي المحافظة على البيئة. إنه المرصد الوطني للدراسات ورصد التلوث الذي يعزز كل عام من موارده البشرية وتجهيزاته التقنية لتنفيذ مختلف البرامج الوطنية والالتزامات الدولية. عبد المجيد حلاوي وحمزة السايح. لا استحمام في الشواطئ إلا بموافقة من المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث. لا استثمار في مشاريع صناعية إلا بترخيص يحرص على احترام البيئة في الهواء والبحار والأنهار وفي كل الأوساط الطبيعية. المختبر الوطني حاضر إلى جانب شركاء آخرين، والهدف بيئة سليمة من أجل تنمية مستدامة. البلاد ديالنا مشات في الاتجاه
التنمية المستدامة منذ أن صادقت بلادنا على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ثم أيضا استراتيجية الطاقة المتجددة، وبعد ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وهذا يحتاج إلى تطوير الموارد البشرية، تطوير الآليات ديال المتابعة وديال الرصد وديال التدخل. طبعا عدد من الهيئات والمؤسسات تدخل في هذا المجال، ولكن المرجع في مراقبة ومحاربة التلوث هو هذا المختبر. في أفق 2030 تم تخصيص 367 مليون درهم لرفع عدد محطات رصد جودة الهواء من 30 إلى 140. هو اللي كينسق البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال، لحقاش درجنا الرمال هذه واحد 3 سنوات. هناك ثانيا برنامج حول جودة الهواء، وهذا البرنامج اللي أعطينا الانطلاقة دياله هذه واحد 2 سنين. المختبر الوطني بدأ يتحول لأن التلوث بدوره يتحول، يستثمر في آلياته في أفق تحقيق اكتفاء من التحاليل التي ينجزها لوحده بنسبة 40%، والباقي بالتعاون مع مختبرات خاصة. نواصل تسليط الضوء على الحرف المهددة بالانقراض، ونأخذكم اليوم إلى مدينة فاس، حيث يواصل المعلم علي حدادي جهوده للحفاظ على الصناعة البندقية التقليدية. هو يبدع في صناعتها، وبفضل ذلك حافظ على زبنائه الذين ينتظرون منه دائما الجديد والأفضل. ربورتاج حافظ الهواري، محمد أمين عموري، ويوسف مزياني. علي الحدادي، اختصاصي في البندقيه ديال التبوريده مدينه فاس. هاد الصنعه هادي ديال المكاحل ديال المكحله ديال التبوريده، الحمد لله كنا عايشين مع الوالدين ديالنا وعلمونا هاد الصنعه، وكنا صغار وكنا الحمد لله غير انا ما خرجت واحد خميم الجامع، مشيت دخلت الصنعه ومازال عندي الله 14 عام وانا في الصنعه مع الوالد. الوالدين ديالنا الله يرحمهم علمونا الصنعه شنو هي، علمونا الصناعة شنو هي، ماشي غير المكحلة وصافي، تيورينا المكحلة كيف تصوب، كيف تصوب البياس، كيف تصوب البيت النار، كيف تصوب العود، كيف تصوب الجعبة، كيف تصوب مسائل كاع. بات المكحلة الإنسان إلا باع لشي كليان ما يخافش. نقول لك أنا مازال صغير وفي الشهور ديال رمضان باقيت في الدار في الليل، وأنا تنهز السوارو تنمشي للحانوت تنخدم، تنخدم بوحدي تنصوب الكحله من الواحد للتالي كاع، تنتعلم كيف نصوب البياس، كنت نتعلم كيف نصوب العود، كنت نتعلم هكا. انا كنت نصوب الكحله وكنت نخبعها في النهار، نخبعها من البا وفي الليل نخدم فيها. النهار صوبت الكحله واجده وريتها له، بقى مسكين تيدعي، بقى يدعي بالخير، يدعي بالخير، وتيقول لي واحد الكلمه مازال دابا ما نساهاش، قال لي انت ان شاء الله الصنعه انت اللي غتاخذ هذه الصنعه، وانت ان شاء الله غتكون ان شاء الله معتبر، وغتكون ان شاء الله انت هو الباطل في هذه المكحله. والحمد لله المكحله بانواع ديالها حتى هي على حسب الخدمه ديالها. كاين المكحله كاين واحد العود تنخدموه، احسن العود اللي عندنا في المغرب هو العود ديال القرقاع، موجود عندنا في المغرب، راه تيجي من ناحيه ديال الريف الحمد لله موجود. عندنا العود ديال الشوك تيجي من برا، ولكن العود ديال القرقاع راه ما كاينش بحالو. المكحله دوز عنده حتى 500 عام ما يوقع لها والو. انا عندي مكحله عندها 100 125 عام، مازال العود ديالها مازال جديد. شوف عطيك اجل من دابا 3 سنين كرتو المكحله ان شاء الله. بحال دابا هاد الصنعه ديالنا حنايا وتلقى فيها شويه ديال التماره وشويه الدراري تيبغوش يتعلموا لها. إذا دخل الخدام أو دخل الولد تيشوف بيت النار وديك العافية وماسي هكا تيهرى منها كاع، تيخصو السهلة. وحنا تنبغى نفسرو لهم تنقولو بهاش كاين اش كاين، راه هذا الذهب. الرياضة، حل اليوم بالمغرب باتريس موتسيبي الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك في أول زيارة له لبلادنا بعد انتخابه في مارس الماضي رئيسا للكاف، زيارة من أجل دراسة كل السبل الكفيلة بتطوير كرة القدم الإفريقية. قائمة بالعشي والعرب النهري.
هي زيارة عمل وامتنان من رئيس الكاف السيد باتريس مونتسيبي للمغرب من خلال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي وفرت شروط النجاح لأشغال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي في 12 من شهر مارس الماضي، والتي كللت بانتخاب السيد باتريس مونتسيبي رئيسا جديدا للكاف وانتخاب السيد فوزي لقجع عضوا بالاتحاد الدولي للفيفا. انطلاقا من ذلك، بات ضروريا العمل المشترك على تطبيق المشاريع الجديدة لتنمية وتطوير ممارسة كرة القدم في القارة الإفريقية بالنظر للأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في هذا الشأن، خاصة على مستوى البنية التحتية والهيكل الإدارية والحكم الجيد. فوزي within CAF. السيد فوزي لقجع يضطلع بأدوار كبيرة في مجال مساعدة إفريقيا فيما يخص تطوير البنية التحتية وجودة الملاعب وتوفير بيئة مناسبة لممارسة كرة القدم وإنشاء أكاديميات للشباب والفتيات والفتيان، فضلا عن عقد شراكات مع القطاع الخاص. هدفنا واضح، نريد أن تكون كرة القدم الإفريقية الأفضل في العالم. To be amongst the best in the world. تحديات كثيرة في انتظار كرة القدم الإفريقية التي ستدخل ابتداء من شهر يونيو القادم تصفيات مونديال قطر 2022. على مدى تاريخ المشاركة في كأس العالم، المنتخبات الإفريقية لم تتجاوز مرحلة الربع. Next year. في السنة القادمة سيقام كأس العالم بقطر والمغرب من البلدان التي نعقد عليه آمالا عريضة لتمثيل ليس فقط الشعب المغربي وإنما الشعوب الإفريقية قاطبة. بين الرئيسين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والكونفدرالية الإفريقية طموح مشترك وهدف واحد، الرقي من مستوى كرة القدم الإفريقية إلى العالمية. آخر صور هذه النشرة تنقلنا لمتابعة لقطات حول ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك على هامش اليوم العالمي للأرض الذي تزامن أمس مع قمة عالمية للمناخ استضافتها الولايات المتحدة عبر تقنية الفيديو. وقد تعهدت الإدارة الأمريكية بالعمل على تقليص حصتها من انبعاثات الغازات المسببة في هذه الظاهرة إلى النصف مع نهاية العام، كما دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في أفق عام 2050 من أجل عالم نظيف خال من كل الملوثات. نذكر ختاما بالعناوين. أمير المؤمنين يترحم على الروح الطاهرة لفقيد العروبة والإسلام جلالة المغفور لها الملك محمد الخامس بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك ذكرى وفاة أبي الأمة طيب الله ثراها. مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يدخل مرحلة المدارسة بمجلس النواب، وضمن النشرة رصدنا آفاق الاستعمالات الممكنة الطبية منها والصناعية. البيع الإلكتروني للأدوية ممارسات تخالف قانون الصيدلة المغربي، والمهنيون يحذرون من خطورة الظاهرة على الصحة العامة. رئيس الكاف في زيارة للمغرب، وفي الأجندة مشاورات مع الجانب المغربي حول عدد من الملفات المهمة لكرة القدم الإفريقية وسبل تطوير ممارسة اللعبة بالقارة السمراء. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.